سينطلق بإذن الله منتدى دبي الصحي، وهو المنتدى الأول الذي سوف يستعرض جملة من الموضوعات الصحية والقطاعات المرتبطة بها مثل الاستثمار والتكنولوجيا والحوكمة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. الحديقة بتتضمن ثلاث أجزاء. أول جزء هو التقنيات المستقبلية في الصحة. هنتكلم اليوم عن صحيح مربوطين بالاستراتيجية، استراتيجيتنا لين 2021، لكن ما بعد الاستراتيجية بعدنا بعض من شركائنا بيعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مستقبل الصحة. وأيضا عندنا إذا لو تخيلنا كيف شكل غرفة العمليات المستقبلية، غرفة العمليات الجراحية المستقبلية، ففي تصميم بيكون لغرفة العمليات المستقبلية، بيكون الجيل الثاني من جراحات الروبوت موجود عندنا إن شاء الله. بتكون الورش اللي هي موجودة في المنصة، طبعا طريقة الحوار بتكون جدا مبسطة، ما بتكون بلغة علمية ثقيلة، بتكون مبسطة بحيث أن طلبة المدارس وطلبة الجامعات يستمتعون بالحديث ويستمتعون بالتفاعل مع المتحدث. الدعوة عامة للحديقة، ونتمنى حضور الطلبة، طلبة المدارس والجامعات، بيشرفونا صراحة. منتدى دبي الصحي هو يعتبر المنتدى الأول من نوعه في المنطقة، حيث أنه يخدم برامج الاستراتيجية اللي متعلقة بسياسة أو استراتيجية هيئة الصحة في دبي. طبعا في عندنا محاور عديدة تخدم الصحة الذكية، التكنولوجيا في القطاع الصحي، استخدام أكبر التقنيات وأحدث التقنيات في التدريب، تدريب الطلبة في كليات الطب، وأيضا في تطبيق الخدمات الصحية سواء كانت في العمليات أو في تصنيع الأدوية وتصنيع الأجهزة، تصنيع الأطراف للأطفال اللي هم تمت بتر أطرافهم بسبب الأمراض. عندنا بعد جلسات حوارية تشمل وزراء صحة عرب، بيناقشون فيها أحدث المستجدات في استراتيجيات بلدانهم في الصحة. وفي عندنا جلسات حوارية أيضا تختص بنشر السعادة في القطاع الصحي، لأن المجتمع السعيد طبعا هو نفس المجتمع الصحي. وإن شاء الله الدعوة مفتوحة لكل العام عاملين في القطاع الطبي سواء كانوا أطباء تمريض أو فنيين في القطاع الصحي، ورح نقدر أن نحن نفتح المنتدى في ثاني يوم للمجتمع، أيضا أفراد المجتمع اللي حاب منهم أن يحضر الجلسات العلمية.